عباس من سكنة مدينة حمد، تم اعتقاله من منزل والده بتاريخ 29/9/2016 الساعة 3 فجرا. مضى على اعتقاله 3 أشهر ونصف، ومنذ اعتقاله لم يحظى والديه إلا ب4 مكالمات، وآخر مكالمة لم يستطع أهله التعرف عليه بسبب ضعف الصوت، وهذا دليل التعب والألم الذي يمر به فاضل. فاضل السيد عباس كباقي المعتقلين محروم من زيارة والديه وأسرته، فهو منذ اعتقاله لم يحصل أهله على زيارة تثلج صدورهم التي أنهكها التعب والقلق على مصيره. ولا يخفى على حضراتكم، فأسرة فاضل لم تتهاون في طرق جميع الأبواب للسؤال عن ابنها، ومن هذه المنصة التي نحن فيها نناشد الجميع بكشف مصيره، ونحمل وزارة الداخلية كل الأضرار الجسدية والنفسية التي يمر بها فاضل السيد عباس داخل سجونهم، ونناشد المنظمات الحقوقية وكل جهة عاهدت نفسها بالدفاع عن حقوق الإنسان وبالتحرك والكشف عن مصير فاضل السيد عباس، ونحن جميعا مع المعتقلين وكشف مصير